فيسبوك راديو اف ام ولا على شان اي اف ام تي في على اليوتيوب مع اتصالات تونس كل عادة. لا يقلقنا هذا معنا حتى حد يروح متغشش. هذا شعار اللي بدينا به، شعارنا اللي ان شاء الله باش نواصلوا به تلت الموسم. اتوال 600 اتوال 1 دياز، كود الفرحة، كود الربح، كود يوصلك للألف دينار كاش. كان تكون واحد من المتبرين اللي معنا لايف كيف كيف 20 مليون كان اسمك يخرج في القرعة الكبرى. هذا ما كل من اهداء اتصالات تونس. حلقة الخميس حاضر محمد والغايب بليس 9 ماي 2024. فرحان انه يكون موجود معايا الصديق الخائن نمرو 2 جمال سيسي. عسامة جمال، ما زلت ما سمحتك 40 يوم نقعد غضبان عليك 40 يوم. شو عملك جمال اليوم؟ 41 بدات الخيانه اليوم 41. نحسب لهم انا فتنا جاي فرحان وطلعت اربع تيقان. هدنا اليوم جيت فرحان وطالع اربع تيقان والتوا ما كفيتش من اللهسان. يا خيالي مش نشعر، معاش نشعر والاسانسور طايح حمبان. الحمد لله الحمد لله، مازلنا اللهم نعمت فزد بيه. شو فزد؟ معلش زد طاقه. لا لا الدوره دمويه، دور شويه دم بيه 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 بيه. سافا جمال؟ والله الحمد لله. اليوم جبت لك شخص اكثر عبد عمل بوليميك الايام هذيا ديما. ايوه اليوم عمل بوليميك وعجبني، عمل فيديو هو راقد قال لي يا خويا سيبوني، يا خويا رحموني، اعتقوني. كان في الفقر ما سيبتوني وكان في الغناء ما سيبتوني. فرحان برجا انه يكون موجود معايا التيك توكر العظيم والممثل صديقي بلال العربي. عسى مرحبا بك. مرحبا مرحبا بكم الناس الكل. عسى مرحبا بكم الناس الكل. وين ما كنتوا وين ما اخترتوا الفريكونس نتاعنا 100.6 اي اف ام. سعيد جدا باستقبال سي وليد. انت شغل جيت نشط في بلاصتي؟ والله فرحان برشا وليد. والله كيف اللي قاعد تترينا ولا حاجه هكا؟ شوف قاعد تبرف. الحمد لله. مبارف في بالي قاعد نترينا فيزيكمون خاطر ادخلوا تفرجوا فيا قاعد نترنى الايامات بالحق. الحمد لله. وليد على حكايه الفيديو اللي عملتها بالرسمي، هبطوا علي فيديو انا خديت دراجه ناريه من صنف كبير. اي هبطوا علي. سلام مبروك. عايش قسمت ظهري يا بلال والله يرحمك. قسمت ظهري انا والله يرحمك. وحاط قران وحال لايف. حال لايف وقلب وكبسوا ودعموا باش نشوفوا الخونة الفرق نعملوا الفرق يزبل تفضل. والله كيما نحكي معاه عيب عيب. والله امي جاب ربي ما سمعت وسمعت سمعوا اخواتي فهمت. انا راقد قمت نلقى روحي ميت يا رسول الله. عملت ستوري قلت لهم يصليوا على النبي. انا شكيت طلعت قلت يا ربي قبل يموت واحد هكا كيفيق من النوم. مشيت حليت البيزي عرفت لي انا مش ميت فهمت. شخالك فاتك انا في بلاستيك. انا في بلاستيك وقاضيه هالشخص اللي قاضي الناس الكل. فما برسة حاجات لازم نقاضيه. فانا قلت لك من اليوم عادش تيك توكر وليد. تيك توكر تيك توكر ما عادش ما عادش. لا انا اقاضيه. خلي الامثال نتاعو هذوما بالحق يتربيو. هالعباد اللي تخرج اشاعات وتفجع في العائلات، هالعباد اللي تستسهل منصات التواصل الاجتماعي باش يقولوا نابوخت كوا ويجبدوا اعراض العباد ولا باش يشتموا ولا باش يخرجوا اشاعات. يا خويا الردع، انا مع الردع، انا مع خويا الفلقه. حسب الفلقه. عيب عيب. ان توكا حين ترزق الحمد لله في تحدي مباشر لعمك جمال ساسي اليوم. نخاف منه شويه انا من فيت ربحني ان شاء الله اليوم نربح. ما تربحش والله. انت جوك التيك توك وكهو خليك غادي تك تك غادي وانا خليك تك تك غادي خل تك تك كل واحد تك تك ويموت كل واحد تك تك في بلاصتو. يلا خلينا نمشيو تك تك في صفيق 27 عام امال ثلجاني. شعلك يا امال؟ امال بربي جماعه تيك توك مام عندهم شويه بدات تضربهم الدعوه كيما نقولوا احنا. اش بيك ما صفقتش على امال؟ امال ولا صفقت هيك ما صفقتش هاك فما تصفيق. والله ما نعاودها. امال ثلجاني شعوالك يا امال؟ مرحبا مرحبا. حل فلوسك. شعوالك يا امال؟ الحمد لله. شعوال صفاقس الحمد لله. شنو في الدنيا يا امال؟ قري معلمة. أوه. سنة أولى ثانية ثالثة سنة رابعة. معناها بداوا يكبروا شوية. سنة رابعة بداوا ربي مازال الإيقاظ العلمي. إيقاظ العلمي الإيقاظ العلمي مازال كتاب الإيقاظ العلمي. ما هو شو اسمه إيقاظ علمي كيك فيزيك فيزيك
شو اسمه النقاد العلمي هو في التكنيك؟ شو اسمه في فيزيك تكنيك دخلتها بعضها يس 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 حدك حد تيك توك الدار الكهربائيه ما زالت في سنه رابعه قريناه ما زالت سنه خامسه والحاشده الحاج اي اي اسمه ذاك البيلة نمشي نشريو البيلات البيلة المربعة ذيك اسمها الحاجدة الحاجدة اي والانبوبة صغيرة خلتي الحاجدة ما عاش توا ولو بالتابلات توا مازالوا في بالي بالتابلات بالحاجدة والمنسج اي المنسج يا حسرة بالآلة الحاسبة اسمها ذيك اللي في بالعدس نسيت اسمها فما آلة تحسب بها هكا شو انت خليك في القوم شد يدك بالقوم القوم والكركار بالكار شو اسمه كركار بركار 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 ها يا ميل حاضر المباراة حاضرة يلا قد معنا طارق سليفون نمشي لمنزل تميم 47 عام لسامية الهواري عسامة دام سامية مرحبا عسامة دام سامية شاويلك لسامية صحة بخير صحة لباس في الدار ولا في الخدمة لسامية والله صعبة على بيت انت توا في الدار ولا في الخدمة؟ والله في الدار حاليا في الدار صحيت باهي الفطور طاب صعبة مريقلة يا عمار معناها مرك على النار هاي على الباقي شنو هو اللي قاعد يبقبق توا؟ مقرونة المقرونة صحيت مقرونة مهم جدا بالدجاج ولا باللحم؟ مقرونة بالرند بلي والله والله اسمعني بلي اسكت بلي مدام راضي بلي قص على كلامك من الحسن ومنيتي نعرس مدام راضي يا مدام سامي مدام سامي سامحني ومنيتي نعرس وتكلمني مرتي تقول لي الو يا بلال جيب الرند ويجي اوف جدوغ اللحظة ذي لحظة شنو؟ لحظة تقول لي جيب الرند المقرونة طابت جدوغ باهي استنى لحظة كيفاش تجيب الرند والمقرونة طاب ما ترمي في الاخر الرند كل فلفل في ماركة بطاطا ديما في الاخر يبدا مازال مستخدم تكلم يا جماعة نحكي معاك عبد السلام وكوجي لا هو مروح مثلا مروح لربع تاع الصباح ومرته تستنى فيه تقول له جيب الرند في يدك لا لا ما تصبح لا يلا سامية امل سؤال 10 ثواني اللي يعطيني ثلاثة اجابات صحيحة في اقل توقيت عنده حرية الاختيار يا يكون ضمن فريق جمال ساسي والا ضمن فريق الفاشل بلال العريبي حرام عليك ما فاهم شيء من حد شيء دار كهربائي دخل على البركار انا باك في باكسيونس محكي معك وانا فهمت وتبارك الله لا عادي مش مشكلة لا ما نحترمه بربي عد الباك 16 مرة الباك معاوده مرتين ليته في ثالثة ولا الحمد لله ويحد معنيه كعادة ديبريسيون معنيه عاوته مرتين هنا ما تعبت شوية معنيه مدى الاخر عادي به نبدأ بك انت يا امال يلا حاضرة يلا امال 10 ثواني اعطيني ثلاثة اجابات باقصى سرعة يا امال السؤال يقول امال سميني ثلاثة حاجات نلقاوهم عند الطبيب ورقة ستيلو تقنية طبية اما الورقة شنية اردونانس تقصد معناها سيرتيفيكا اردونانس اما تنش تقع عنده راه كرسي وبيرو وارديناتور ومريض ساعد كلي بجنبي على اليسار امال في قدم ثانية 6 ثواني ثلاثة اجابات صحيحة نمشي والسامية يلا يا سامية مطالبة انك تجاوب في اقل من 6 ثواني سامية السؤال يقول سامية سامي لي ثلاثة حاجات نلقاوهم في بلاص ولا عمارة الحارس العبيد اي شنو اخر الحارس دي اللوطة الحارس والعبيد وشنية الثالثة المتساكنين شو الكرسي اللي قدام الحارس المتساكنين بس ما لازم يكون حارس النهار وحارس الليل حارس النهار وحارس الليل 10 ثواني 10 ثواني ثلاثة إجابات حسبنا يلا حارس الليل وحارس النهار ثلاثة إجابات صحيحة ولكن في 10 ثواني دونك أمال كنت أسرع من سامية أمال لك الاختيار جمال ساسي وإلا بلال العريبي شكون تختاري أمال جمال سيسي جمال سيسي مرحبا تمثيل يهزم التيك توك جمال أمال جمال وأمال في الشعر احنا جمال وأمال وبان وبروج وهذوك كلهم صحيح فرد قافية جمال أمال كيفاش بشربوا البيرة خاسرين خاسرين شنو قلب بحاول ليه بتخسروا كما بعضكم يلا أمال مع جمال سامية مع بلال نمشي مباشرة للسؤال السرعة جمال ساسي بلال العريبي شكون باش يكون أسرع البزر السؤال يقول له هديك مع البزر ما هو أصغر
بشوية كسروا البزار بشوية أصغر شو بتكسر البزار. أنت تتذكر اللعبة ولا إيه؟ ما هو أصغر كنت في البنك هنا. أنت تتذكر اللعبة يا بلال؟ نذكر شوية سريع عايش سوري برا كسرت البزار الناس بليف تو أوفر أجانس بي رايت أوفر سوري أوكي شبت بلاك. شنو هو أصغر بلد إفريقي من حيث عدد السكان؟ نعرفه ولا نعرف؟ يودي بشوية على البزار روح مش لازم يودي بشوية انزل وفيه ساي انت نزلت وفيه خاص لا لا انا ها ها نعرف طريقي مقبل ما يكمل سيشيل اما انت شارك دونك ماكش اول مره دونك تعرف قانون اللعبه نعرف ولا لا خاطر ولا نعرف استبل هكاك وقعد اخسر هكاك بالجمال عندك السؤال اللي عندك انت صديقي معاك امال معاك امال امال معاك امال امال جمال 30 ثانيه سؤال على نقطه السؤال يقول له شنو اسم البلاد اللي احتلت العاصمه الامريكيه واشنطن واضمرت النيران في البيت الابيض الاقتراحات روسيا الصين ولا بريطانيا انا هي البلاد مدام امال مدام امال عاودي الاقتراحات يا عايشه الاقتراحات شكون هي البلاد اللي احتلت امريكا وحرقت البيت الابيض روسيا الصين بريطانيا عندك المعلومه مدام لا بريطانيا معروفه طبعا بريطانيا اي باش تبعوا امال ولا اي ما لا مانيش نحكي لك غادي نتبع ما لا نقسم بالله غادي اسمع نقول لك حاجه خاطر سين صعيب نستبعدها وروسيا ما فماش بريطانيا عام 86 تحلت بامريكا الوحيده ما لا وقتها جابوا البريطانيين السبارس ما لا قداش نحبهم قداش نعشقهم انا ان شاء الله شناخذ كان سفاق ساي ان شاء الله شوابي ياسر طيب ويحب الكوجينه ياسر سمحت شوابي شوابي هي هذا تو باش ندخلوا له في السيستم نتاعي القديم معنى تعرف السلام الردع مالا مالا هاك مش تعرف هاك مش تعرف جمال سيسي 1814 احتلت القوات البريطانية العاصمة الأمريكية واشنطن والإجابة صحيحة ورئيس أمريكا وقتها هذا فلقيته فلقيته وهرب قطع جمال سيسي عندك نقطة أنت وامال مازلنا صفر من النقاط السامية وبليل سؤال الأولوية مرة أخرى بليل بشوية على البزر هذاك راهو معناها الكسيبة كان تكسروا ما عادش نلقاو باش نشريو راك صحيت شرينا ما فماش في تونس يلا جمال بليل يديكم على البزر السؤال يقول شنو هو اسم يديكم على البزر شنو هو اسم أنظف مدينة عربية؟ لا عاد أعطيني الإجابة أعطيني الإجابة ديريكت دبي دبي جواب صحيح في بالك معروف هيك في بالك بس استنى ساعه نتفقوا في حاجه كي تنزع على البزار عندك اربع ثواني دونك جاوب ديريكت ما تديش زعما هذيك كي ديك العربي زعما مش ديك العربي هذيك قال لك نقرا فيها في الانستغرام في ذيق ثيقة النفس في ثقة النفس ذيق النفس في ثقة في ثقة في النفس في ثقة تسكت شوية تعمل تون داري طون داري هكا تعمل طون داري وتتجاوب على اساس اني تتجاوب وتجاوب ما تقفش على كل نقطة نقولها وليد دروس حلقة بركة في الجماعة عايشك ما تزيدوش خاطر معناها على حكاية النظافة في بالك انه ولاية معتمدية مطماطة ولاية جابس خذيتها سنة 2021 انظف معتمدية وهي بلادي مطماطة تحية المطماطة جديدة تحية المطماطة هذه نذكرها كانت نظيفة البلاد تو نظيفة اما خذيت جائزة نهار سنة 2021 22 23 تحية للرئيس البلدية نتاعي علاش قولك والمواطنين بيان سور هما مساهمين معناها في الخدمة اي مساهمين بيان سور نجم نمشيو لسامية سامية في المقرونة سامية لاهي في المقرونة يلا يا سامية عندك 30 ثانية تتشاور انت وبلال تعطيني الإجابة قبل ما ينفى التوقيت يا سامية سؤال على نقطة السؤال يقول وين موجود نهر الغزال اقتراحات سوريا السودان ولا لبنان نهر الغزال وين موجود تشاور وي سامية تعرف انت المعلومة انا نعرفها راه انا ما نعرفش نهج انا نهج الغزال نهر الغزال انا مشيت لبنان سافرت لبنان مشيت فما والله فما نهر الكلب تعرف وليد هاي في حضره الوديع الشيخ سوريا مشيت لها زاده والله حدود سوريا نقول انا ساميه السودان وما تخافش لانه السودان ما مشيت لهاش باز فيها هي يلا ساميه نعم هو اختار السودان بار اليمناسيون قالك لبنان ما فيهاش اوكي السودان سوريا ما فيهاش بار اليمناسيون اختار السودان تبعته انت اوكي
معناتها انت ما مشيتش لسوريا اخي، تعرفها بلاصه بلاصه. نعرفها خاطر اللي يلعبوا معي في تويوتا كل من سوريا، حتى واحده قدم من نهر الغزال الكلهم من يعني انا اشترى بنات سوريين كنا نحكي معهم والله اصدقائي التو يحبون. ايه هو من كيف من كيف البنين انا موجود فهمتي في السودان ومن روافد النيل تقريبا. اه انت تعاون فيه ميرسي يا خاين ناقص الثقافه اسد ما نعاونوش. اه حليت تيك توك جميل ساسي مع اخويا مع بلال انا صاحبي جميل. ما فما اسد تو قديمه اسد فما تو تيك توك يونيفرسيتي يونيفرسيتي هكا في بالي الاسم غلط. تيك توك يونيفرسيتي هي ظهرلي نحكيو على جامعه الملخص نتاعو فرفس معاش يقولوا اسد تو الفرفس هذايا كي يدخل تتنعمش. شنو الفرفس يعني؟ تتنع ها توجيك فرفس حل لايف توجيك فرفس خاطر انا بطلت معاش نحل لايفات بالليل العظيم تقول طلامس مش اي في عالم اخر عالم اخر. حسيت روحي انا كبرت ياسر ها معناها حسيت روحي انا كبرت ياسر انا ديجا كبير مخرجه صحيح حامد هذا اخر عندك الحق يا عزه عندك الحق ناك لا ما عادش فما هو يقول لك ناس قبلش يقول لك تحلق دار وفيت العيش لا ولا لا فما تعرف قبلش يقول لك تزوجيه 40 صحيح وعذبيه 50 يا ساميه. نعم تسمع فيهم مش عاملين فيا يا ساميه نسيمي سايب المقرونة تلهبين والموجود نهر الغزال اخترت السودان والإجابة صحيحة سي بلال. جواب صحيح جواب صحيح يا بلال وكما قلت انت الموجود في جنوب السودان ويشكل أهم شرايين النيل الأبيض. جواب صحيح برافو بلال. نقطة التعادل سؤال الأولوية سؤال باش يفصل المباراة يديكم على البزار. بلال جمال شكون باش ينتصر في الروندة الأولى؟ أمال في الدور النهائي وإلا سامية في الدور النهائي؟ السؤال يقول سؤال سهل ماهي، من ماذا خلق الله كل شيء حي؟ الماء. وظهر لي شدك الفار. لا 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 حسيتك مع قد عند الماء. وخلقنا من الماء كل شيء حي. وخلقنا من الماء كل شيء حي. ما عرف انا ذي صحيح يعني ما نزلت على البوزير ما خدمش والله نزلت على البوزير مش مخدمش ما انت تلعب الفرفس فرفس يلا جمال معك امال 30 ثانية سؤال على النقطة يوصلكم للدور النهائي. السؤال يقول يا امال شنو هو اسم المدينة الموجودة فيها محكمة العدل الدولية؟ الاقتراحات باريس نيويورك وإلا لاهاي. عندك المعلومه مدام امال؟ نعم. محكمه العدل الدوليه معروفه لا ماهيش في باريس وماهيش في نيويورك موجوده في لاهاي. لاهاي في هولندا. لاهاي كيفاش؟ لاهاي في هولندا. في لاهاي. ما تجاوبوش جاوبني انا جاوبني. لاهاي لاهاي مدام قول لاهاي وتوكل على الله وخلي فهمتي المراه فهمتي اختنا ساميه تتلهى في المقرونه مش علاش خرجتونا؟ تعاون فيه انت معناها ليه قلت لك لاهاي نعرفها زرتها في هولندا بلاصه امال. لا هاي لا هاي معروف. جاوبني هي يا امال. ايه غلطه يا امال بدل ما تبدلش اسمع كلامي يا امال ما تبدلش ما تبدلش ما تبدلش ما تبدلش بدل 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 لا 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 هو غالبي قول قول نيويورك نيويورك نيويورك. شنو اسم المدينه الموجوده فيها محكمه العدل الدوليه؟ امال بين باريس نيويورك والا لاهاي. سامحني ميسيش نبدلها باريس. لا 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 في... انت حال شخصيه دايرة طبعا يعاقب علي القانون طبعا شر عقاب شر مو شر. انا قلت لك بدلتها ما انا ليش هكا. امال قلد لك في صوت كريت كيفاش يا امال. ليش هكا يا امال. محكمه لاهاي في هولندا اجابه صحيحه. برافو امال برافو جميل مبروك عليك امال الدور النهائي. خلي تليفونك محلول نتلقاو بعد شويه يا امال. ساميه الله غالب او بصوت حفيظ تو بدلت لها الله غالب يا ساميه في المره المقبله ساميه ان شاء الله مقرونه جميله ومقرونه بنينه في ملعب الاي اف ام ان شاء الله مره ثانيه الله يخليك ساميه ميرسي بوكو ان شاء الله فرصه اخرى. خلي لي كلمه الختام ساميه على شكون تحب تسلم. هاي الله يسلم على عائلتي على فاري على شو اسمهم صغارك شو اسمهم؟ شنو اسميهم؟ نور شهيده رحمه.
ربي يفضلهم لك. ربي يفضلهم. يتربوا في عزك يا سامية. ميرسي بوكو. نسلم عليك برشا. نسلم على اهلنا الكل في منزل تميم اتوال 600 اتوال واحد ديسكو دي وصلك للألف دينار كاش. جمال ساسي ينتصر على بلال العريبي بالضربة القاضية. القاضية ترتاح صغيرة مع البيوب راجعين. الأربعة وثنين وثلاثين دقيقة عليه في محلى راديو. مازلنا واصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية. جمال ساسي تحديك في تشالنج. عمك بلال قال لي كان يربحني المرة هذية أنا نحل لايف ونعتذر لجمال ساسي قدام آلاف الأشخاص. إيه باش يحل. طيب متأكد باش يحل. باش يحل تريبيا. نعرف باش يحل بلال. قابل تحدي. قابل تحدي. أنا جيت وعطيت التحدي ونحلو في الليل ونعتذر في الليل ولا تو نحل. كان ربحك اليوم تعتذر ديريكت. نعتذر في ستوري نتابعو فيه 8000 ديجا في دقيقة. قديش؟ كي نهبط ستوري يهبط 8000 الواحد يشوفوه. بركلة. قبل ما نمشيو للتحدي وقبل ما نمشيو للروندة الثانية عنا عيد ميلاد امرأة أحبها كثيرا. الله يحفظها. هي والدة زميلتنا إيمان الطيب. إيمان الطيب. والمرأة هذية دي ما تبعنا. مدام خديجة الطيب. وهي طيبة وهوك اسم على مسمى. قولوا لها كل عام وانت حي بخير. إن شاء الله 200 سنة مدام خديجة. كل عام وانت حي بخير مدام خديجة. ورغم اللي إيمان هي إيمان الطيب ولا خديجة الطيب وإيمان ما تعرفش طيب. تو يا مدام خديجة علامة الطيب. راني نقول لك راه أنا مصر على الموضوع هذا علامة الطيب. تحية كبيرة ليك. إن شاء الله كل عام وانت حي بخير مدام خديجة الطيب والدة زميلتنا إيمان الطيب. جمال ساسي بلال العريبي الروندة الثانية. ربحك في الروندة الأولى حط في قلبك. نمشي للسفاقس مدام شريفة معاوية. عسامة لشريفة. مرحبا لشريفة. شعبالك لشريفة. الحمد لله. صباح الخير. الحمد لله على ربي. اي محليها الكلمة على ربي. اي لشريفة في الدار ولا في الخدمة؟ لا في الطروط مراكية. ايوه سيس لي روحك. الله على ربي. حاجة. صحيت مروحة للسفاقس ولا جاي لتونس؟ لا لا مروحة للسفاقس. محليها ذيك. لا لا. فرحانة. كيفاش كنت؟ ان شاء الله نروح ونحن فرحانين. ان شاء الله ديما فرحانه. ان شاء الله ديما فرحانه يلا شريفه. هيا قعد معنا وتعلق تليفون. نمشيو لتونس. درساف ذياب 33 عام. عسام درساف. مرحبا درساف. عسلامه. شحوالك يا درساف؟ الحمد لله. صحه بخير. الحمد لله. شكون هو الفهم كان يقول درسوفه؟ تبدأت اللي بملك الدرسات درسافة قلك قلك درسوف تطلب النام درساف الشريفة. سؤال 10 ثواني اللي يعطيني 3 إجابات صحيحة في أقل توقيت عنده حرية الاختيار يكون ضمن فريق حافتون الجمال ساسي وإلا بلال العريبي. نبدأ بك ممثل. معناه ما قلناش ممثل قدير على جمال. شو قول عليك انت؟ قول على روحي. هاي يا شريفة حاضرة؟ حاضرة. هاي 10 ثواني نحبك بسرعة البرق. سؤال يقول لشريفة سميلي 3 حاجات تقولهم لشخص تحبه كيف يهدي لك حاجة. شكرا. يعطيك الصحة. بارك الله فيك. صحيت صحيت صحيت. 3 إجابات صحيحة في 5 ثواني مدام شريفة. درساف مأمورية صعبة شوية ولكن ليست بالمستحيل ويزي من التشويش نخرجك اكسكلوز. والله على كلمة بارك الله فيك بالاخر نفسر معلول في بالك كلمة بارك الله. فسر شنو؟ نفسر نوصل معلولة. معلولة يفسر معلولة. ليش هكا تو كل كلمة يدي الميكرو نتاع نقول كلام في اي اف ام من الميكرو نتاع اي اف ام يخرج في كلامي غلط. صباح اسمع معلولة. قال معلولة. بارك الله فيك في بالك تتقال معلولة قايمة باش يقول معلولة قايمة. لا إله إلا الله. يا إيه فهم اسمعوني كلمة أي. بارك الله فيك تتقال في كل النواحي حتى متغش. بارك الله فيك تتقال في اسمعوا يعني في كل أي بارك في كل إيش أنا إيش في كل تتقال في كل النواحي معني بالشمال بالجنوب فوق تحت تتقال دوك يعني كيفاش نقولها دوك. لا احنا مش عندنا معلمة في الروندة الأولى. ربحت مدام أمال. مدام أمال معلمة. حبيت نوصل المعلومة أنه بارك الله فيك تتقال تشكر بها وتتقال زادة في الذم بها تاع بارك الله فيك على الشيء اللي عملته. أي بارك الله فيك. خلينا نكملوا البرنامج. بارك الله فيك. شنو هي المعلومة القيمة اللي تو نستناو في المعلولة القيمة؟ ميت التلفون برا معلولة يا دنيا. يلا يا درساف. درساف حاضرة إن شاء الله. حاضرة إن شاء الله. يلا سؤال يقول درساف
درزاب سميني ثلاثة حاجات تقولهم كيف تاكل ماكلة بنينة. او ما بنها هاي هاي بالفرنسي جدا هذا إجابات صحيحة في سبعة ثواني سي ديليسيو ظهرت لك ثلاثة ثواني وحدة هذيك تصدق دونك أول أول مرة نعرف الكلمة هذه سي ديليسيو سي ديليسيو نعرف سيلونسيو في التليفون سيد ايش اسمه؟ سيلونسيو في التليفون على التليفون سيلونسيو سيلونسيو والله سيلونسيو نحطوا سيلونسيو انا تو هاي لا شريف لك الاختيار جمال ساسي والا بلال العريبي بلال العريبي عجيب واو يا دي العيطه بشويه بشويه فما بيت تسمع فيك في الكرهبه بشويه مبروك عليك ربحت من عندي مليون ما عندك انت انا في طيب ان شاء الله والله العظيم هبل من عندك انت اي والله لا فرحت فرحت انه اختارتك على جمال يعني تيك توكوز معناتها تيك توكوز تيك توكر متواضع لا وصار لازم لا ماسكولين لا فيمينا انا انستغرام ادو تيك توكوز شنو لا نحو لا صرف لا اسم معلوله لا معلوله معلوله لا معلوله بكار قال بكار بكار بالكار بكار هاي لا شريفه ربي معاك يا لا شريفه لا شريفه مع مع بلال درساف مع جمال نمشي مباشره لسؤال السرعه جمال ساسي بلال العريبي يديكم على البزار السؤال يقول كيف تتعدى فتره هكا طويله من غير امطار تتسمى هاي عاد هذه سهلة أعطيني فيسا يتسمى جفاف عاطفي فترة جفاف لا والله لا ويتفكهش والله لا معروف جفاف عاطفي غلط لا فترة جفاف لا هذيك اسمها ديفان في المور الأمور تاع السيناريو أنا سيناريو بيلال أنا سيناريست نحكي معاك إيه سيناريست أنا قلت أنت كتبت تو قلت جفاف عاطفي جفاف جفاف فترة جفاف لا لا كان مستقبل أنا نروح تو لا علاش لا عاد فترة جفاف تروح هكاك معناها أنا نروح أنا ما نروحش مشيت عملت خطوة وجيت ما روحش سل الباب ورجع الساقية رقدت جفاف عاطفي فترة جفاف يا خويا نسحب كلمة العاطفة يا أخي اسمع اش قولكم نروح أنا خاطرتي مازلت أنا سامحني أنا نمر بفترة جفاف عاطفي هذاك علاش أه لا 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 عادي لو ديبرسيون ديبرسيون والليك ستا يسمع امطار سبحان الله صحيح 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 يلا بليل معك معك الشريفة يلا مدام شريفة 30 ثانية تتشاور فيهم انت بليل مع اني ما ننصحكش برشا اعطيني الإجابة قبل في التوقيت مدام شريفة اسوال يقول له المرأة في اللوتورود ما تخافش عليه شنو تتسمى عملية نقل جزء من نبات نبات اخر من نبت النبت ينمو الاول على الثاني اي نعرف الاقتراحات الزراعة السقوية التطعيم ولا الزراعة البعلية هاي مدام شريف انا نعرفها هذه والله اسمه كما نقولوا احنا طاقة برتقالة خارجة منها قارص عندنا منها في الدار والله هذيك تتسمى الزراعة البعلية هي من اللي عمرها ما كانت هذيك برتقالة احنا عندنا الزراعة السقوية اي عندنا برتقال في الدار منه خارج منه قارص والله احنا عندنا زيتونات اي معنا كي نحيو الزيتون نلقاو بحشي مثلا بزر 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 اسمه تطعيم مدام شريفة تبعني منك هاي يلا شريف اي اي صحيح سوال مش تتبع مش تتبع مدام شريفة نتبع على ربي شوية لوجيك الزراعة البعلية معمولة ما كانت الزراعة بعلي يقول لك واحد بعلي زراعة والزراعة السقوية معمولة التطعيم ما معنى التطعيم في ما معنى التطعيم آه آه لا بارك الله فيك خليك هك تطعيم قال لك كله واكل في الدنيا ذي قلبها ديناري في دقيقة دقيقة تقلب الديناري هاك يا لا شريفة تبعتوا يا لا شريفة هو اش قام سي بلال قلت التطعيم سي بلال زاد التطعيم ربي فرق التطعيم التطعيم موافقة 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 شنو تتسمى عملية نقل جزء من نبتة إلى نبتة أخرى وينمو الأول على الثاني يا ربي التطعيم والإجابة صحيحة يس يس Believe it, and I'll be right over. The team's gone, babe. I'm gonna, huh? Yeah. Yeah, friend. Not believe, yeah. والله باش ربي صبرني وكا اوكي معانيه 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 هكا تعاني هكا تعاني العام 86 كنت نغني في امريكا يا مدام شريفه ما تخافش انا معاك رح نربح اليوم ما ربحتش تخدم كرابتك تاكسيلاري تراوح تجري يعيشك يعيشك بس سيدي عنا نقطة لشريفة وسي بلال سؤال الأولوي مرة أخرى جمال ساسي بلال العريبي السؤال يقول يديك على البزار يا معلم في عهد من رؤساء فرنسا انتزع التونسيون استقلالهم شارل دوغول
الجواب صحيح. معنا من المفارقات معنا اخر اي كان اهم شارع معنا في تونس ما تسمي باسم شارل ديغول معنا مستعمر. مستعمر اي صح. مش شارل ديغول شارل ديغول شنو؟ طبيب. مش كلينيك شارل ديغول بالرسمي. لا لا شارل ديغول جنرال. شكون شارل ديغول؟ شارل ديغول اي جميل تفاعل معايا باش نقعد مركز معاه هنا. شارل ديغول ليه خاطر وليد ما بيكلي شارل ديغول والله انا نقول كلمه هو يلا يا درساف معاه هاي ما وين ما مازال انت يدي يضحك بشوية دعبت نحب نضحك والله مشيكس مشيكس ومشوش يلا درساف معك جمال السؤال هذي على نقطة 30 ثانية درساف السؤال يقول له فما حرب صارت بين بريطانيا وزنجبار يا لطيف قديش دامت اقتراحات 40 دقيقة 4 أيام ولا 4 عوام حرب بين بريطانيا وزنجبار تعرف الحرب هذي سمعت عليها دوساف صار 1896 دامت للا 40 دقيقة معناها بقوة بتاع البريطانيين فانتي دخلوا لزنجبار في 40 دقيقة استسلموا 40 مينوت قالوا ما يسالش مستحيل 40 دقيقة 40 مينوت معروف أي أنا أقول 40 باش 40 دقيقة باش تتبعوا طبعا 1896 صارت حرب بين بريطانيا وزنجبار دامت بالضبط 40 دقيقة والإجابة صحيحة المملكة المتحدة وزنجبار فعلا في انظر إلي يا بلال انظر إلي تعلم وتكلم بربي سامحني شوية شوية لوجيك معناه كيفاش حسبوه الوقت 40 دقيقة 40 نقول لك 4 سنين نقول لك أنا باش تقول لي 40 دقيقة معناتها واحد يلا توب تو بداو الحرب تو قعد 20 مينوت 30 مينوت 40 مينوت بالضبط مستحيل كل حرب يمكن علاش ما كانش 50 دقيقة معناها تقول عركة أنت مش حرب أنا البارح متعارك أعلن أعلن الحرب ديما باش يقولوا أعلن الحرب في الساعة كذا أعلننا الحرب كي أعلنوا الحرب وفات الحرب خلص خلص روحهم في يعني 40 دقيقة 40 دقيقة مش 41 لا لا 42 فاز معناتها قعدوا يلموا في الجثث واحد هذاك لا لا هذاك من بعد يا جميل علاش جاوب فيه يقولوا فهمتي فات الحرب مثلا فات الحرب في الحرب العالمية الثانية اللي من بعد هذاك ما تحسبش باش يعاودوا يبنيه ولا ينظفوا ولا يا جميل عليه تحسب لا قصدي وفات الحرف فما شكون اللي مشى وخشم الاخر بوني ما تتحسب هذيك تبع بلا قصر الميكرو خلينا نكمل الحصه نتاع اليوم يا جميل تو انت تجاوب فيه صدقني معني صديقي بلال انا صديقي قديش هو معنا صديقي بلال ما يسالش قصوا لي الميكرو قصوا لي الميكرو قصوا لك الميكرو هذيك هي معنا الرد نتاعي برافو عليك تعرف السلطه اش تعمل معنا اي صحيح تقعد هكاك تو احكي للصباح تحبش دور الكاميرا هذيك حكيتي وياه نربط به نسيني سكور قديه عنا نقطة نقطة واحد واحد يلا سويلي بشوفس المباراة رجع الميكرو عطا وش نعملو له يديك على البزار يلا اخضب ايه بش نعملو لك مانا رضيني انا رضي روح روح تندخل اي واحد نيفهم يعودك هاودي على البوزير سي وليد مش قلته في الحس يلا سؤال بشوف المباراة مدام شريفة وإلا درساف جمال بلال سرعة مطلوبة سؤال ماهوش صعيب سؤال ماهوش صعيب يديكم على البوزير السؤال يقول له وين نلقاو غابة البندق هذه يظل لي غابة البندق معناها في بني خيار على خطر البلاد هذه علاش غابة البندق في بني خيار وسي وليد زريات من بني خيار وأتشرف تشرف ويعرف اللي هي في بني خيار علاش وهي في بني خيار تحكي على سؤال في تونس هو ها هاي ظهرت في نابل سؤال في تونس ظهرت في نابل يا اخي فاهمين السيد هذا ادينا فاهمكم احنا مش فاهمينك السؤال شو معناته في تونس في بالي معناته في الانترناشونال يعني فاهم الناشونال معناته تقصد في العالم كيما في العالم وين غابه البندق عندنا بندق في تونس في بني خيار بس حدانا تنوكلوك البندق وانا نقول منين ما شاء الله عندك غابه تاع بندق عندي غابه تاع بندق يا رسول الله يا اخويا يلا جمال جمال معك الدرساف سامحني يا مدام شريفه درساف هاي يا درساف 30 ثانية سؤال يوصلك للفينال يا درساف السؤال يقول ما هي أكثر لغة تحتوي على حروف الاقتراحات الفرنسية وإلا الكمبودية وإلا العربية العربية
انا نقول الكمبوديه ولكي سديد الراجل قوي لي صوتك شويه. انا في بالي كمبوديه شنيا عاد توا ذي اللي قالوا سي جمال معاه شنيا توا دخلنا في الكوميديا نحن اللغه الكمبوديه لغة كم العربية خير يا خيط. العربية أصعب لغة أما. يلا جاوبني هي يا درساف. جاوبني هي. راك يعني. مشيت للعربية وبدأت للكمبودية. أي نبدل الكمبودية. الكمبودية اللي هي اللغة الخميرية. خمرت. لي كيمير كيميروش الخمير الحمر. فهمت. أيوة الخميرية. تعلم تعلم. اللغة الفرنسية فيها. 23 26 حرف حفظهم الالفابي ABCD EFGHIJKLMNOP وقف هكا يعني هذيك هاشكو زيد. اللغه العربيه فيها ا ب ت س ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ظ ط ظ ع غ ف ق كل من هويه. والله تبارك الله عليك والله استاذ والله دونك فيها 28 حرف. الكمبودية فيها 72 حرف. جواب صحيح. برافو جمال درساف في الدور النهائي. مبروك عليك الفينال يا درساف. إلي عاد نتقابلوا بعد شوية يا درساف. ميرسي بوكو للشريفة. محليك يا للشريفة. إن شاء الله ساعة طريق السلامة وإن شاء الله نشوف اسمك في القرعة بتاع 20 مليون. ولو انه جاتك القرعه باش تختار جمال ولكن انت مدام بلال. مدام شريفه انا فرحان برشا اللي عرفتك فرحان اللي اخترتني وبربي كي تقابلني في الدنيا قول لي انا اللي اخترتك مع سي وليد العبيله. حب نسلم عليك. الدنيا السوق تجري يا مدام شريفه نقص يا مدام شريفه من الغش. هاي على شكون تحب تسلم مدام شريفه؟ مدام شريفة مانيش نسمع فيها بابا تسمع في دار بدات سوق بدات سوق. تحية كبيرة ليك مدام شريفة. إن شاء الله طريق السلامة. درساف في الفينال. جميل سيسي زوز انتصارات زوز روندات إن شاء الله يسكت. إتوال 600 إتوال 1 دياس كود يوصلك للألف دينار كاش تتاع صغيرة مع البيبرا جميل مع الفينال. الأربعة وخمسين دقيقة عليه في محلى راديو مازلنا واصلين معاكم حتى للخمسة متاع العشية توال 600 توال 1 دياز كود الفرحة كود 20 مليون كاش. أمال أنيستي أي شنو حوالك؟ مازالوا يقولوا لك أنيستي؟ مازالوا باهي عندي بلي تلميذ فهمت مشوش وماذا بينا نرجعوا للسنة الثانية دل. عندكم سنة ثانية دل أكأخراس وأعواد وصلصال بلا بلا راهو معناها ما بيقماش خلينا معلولة قبيلك معلولة قايمة قال عنا ما عندي معلولة قايمة. أستاذ أنت تعرف اللي خطو خايب في الواحد يطلع ذكي؟ تعرف المعلومة هذه يا أستاذة؟ اللي خطو خايب؟ اللي خطو خايب معناها يعني ما يعيش يكتب خطو خايب أه؟ تلقاه عنده الإفراط في التفكير معناتها مفكر سيناريست يطلع والله معليش والله ذكي افراط في التفكير مفكر يعني مفكر عنده افراط كثير في افراط كثير ساعات حاسس من الاردن يفكر اكثر من الشخص العادي. انا ننصحك 7% انا ننصحك فكر اما ما تتكلمش فكر انا فكر اذا انا موجود. يلا امال درساف الزوج شاركته مع جمال باش نعاودوا القرعه من اول جديد. نبدا بك انت يا امال سؤال اللي باش يخليك ترجع مع جمال والا مالوريزمون تمشي بعد بلال. يلا امال 10 ثواني كالعاده السؤال يقول خلينا ابو معجوز مع جمال. امال سمي لي ثلاث حاجات نلقاوهم في الغابه. شجره زهره لوحه لوحه يا لوحه اه معناها حيوانات الله الكل موجود خايف سميتها لعصافر لسيود لا أربع ثواني لوحة شنو باش تحسب لها لوحة صحيحة؟ نقول لوحة طايحة معناها خشبة 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 والمخرجة تعارك بكل شراسة باهي أوكي أوكي ثلاثة إجابات صحيحة في أربع ثواني نمشي لدرساف. يلا يا درساف أي هيا ركز درساف جاوب فيسا ويلزمك جاوب في أقل من أربع ثواني ما أموري صعيبة شوية ولكن ليست بالمستحيلة. السؤال يقول له درساف سمي لي ثلاث حاجات نلقاهم في مطعم ريستوران. فرشيطة سكينة طحن صحيت ثلاثة إجابات صحيحة في ثلاثة ثواني. أحسنت يا درساف. درساف لك الاختيار جمال سيسي وإلا بلال العريب. يلا
بالطبيعة ربحني المرة الأولى في جميل. بالطبيعة يعني شارو. بالطبيعة إن شاء الله نواصلوا في نفس الطريق. بلال غضبين ولا ليه درساف مع جمال أمال مع بلال. نمشي مباشرة سؤال السرعة يديكم على البزار. بلال العريبي جمال ساسي سؤال يقول له شنو تعني كلمة كازابلانكا؟ بلال معروف سيس على البزر والله الضربة حسيتها في قلبي والله ليه عطي مرة جاوب مرة جاوب بسرعة مرة جاوب تشنية عطاو باهي يعطيني الإجابة المعروفة كازابلانكا اللي هي اللي هي الدار البيض الدار البيضة جاوب صحيح أنا مشيت للمغرب بالإسبانية اللغة الإسبانية وفي بالك أني أنا أصلي من أكادير أصلك من أكادير أصلي من أكادير من المغرب ومشيت لمراكش زرت المغرب كمعرفة. حتى جمال كان في ساحة الفنالة مثل الكل هاي مشيت لما بياسك تحق حاجة في المغرب كلمني بالحق هاي في مراكش يلا يا مال يلا يا مال خلي توفى هالحصة يا أمال يلا يا مال وعك بليل 30 ثانية سؤال على نقطة يا أمال السؤال يقول له وين نلقاو صخرة المرأة الحامل الاقتراحات اليونان لبنان ولا العراق صرخت المرأة المرأة صخرت 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 خد كان الصخرة نقوم في السبيطار يلا أمال وين نلقاو صخرة المرأة الحامل اليونان لبنان ولا العراق لبنان انت تعرفها بالله سوري أمال متأكدة لبنان قلت مشيت للبنان بشوي أنا مشيت لبنان صخرة المرأة الحامل نجي نعم تليفون لا بزار بزار لبنان 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 يلا أمال جاوبني ايه عمل على روحك عمل على روحك يا أمال سامحني يا أمال لا بالله جسويت زولي شوي بشوي يا أمال عمل على روحك لا يذيعوا الأمال الكل لبنان جواب صحيح أحسن برافو أمال والله وهو معلم روماني موجود في بعلبك اللبنانية جواب صحيح برافو بعلبك أي جواب صحيح أمال دونك عنا نقطة الأمال مازلنا صفر من النقاط الدرساف وجمال جمال بلال يديكم على البزار أسوال يقول له شنو اسم الجزيرة اليونانية اللي تتميز بيوتها باللون الأزرق والأبيض؟ سان 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 تورينو سان تورينو نزلت سان قبل نزلت قبل أنت نزلت وهو تنجم تنقص من التشويش تو خلي يركز يلا جمال معك درساف 30 ثانية سؤال على نقطة السؤال يقول له درساف أين نشأت الحضارة مش بيك ها مخرجة وخيتي المخرجة الأخرى موزوز مخرجات عندي ما فترتش أين نشأت الحضارة الفينيقية الاقتراحات ظروف المباشر ظروف المباشر جنوب أمريكا وإلا شرق البحر الأبيض المتوسط ولا شمال إفريقيا يلا يا درساف يزي متوشويش يا درساف درساف سمحني شرق أين نشأت الحضارة الفينيقية جنوب أمريكا ناحيها شرق البحر الأبيض المتوسط ولا شمال إفريقيا هي عليسة اللي هو لكارتاجينوا معناها بعد هذا يظهر لي معناها فهمتني من مش في شمال إفريقيا معناش خاطر هما جاوا الفينيقيين جاوا من صور من شرق البحر الأبيض المتوسط أي وجاوا لهنا أما في شرق البحر الأبيض المتوسط أما يقال ما يحسب الأسطورة يا ليسا أي الأسطورة ولكن الفينيقيين ما همش أسطورة وأنت أسطورة يا صديقي جاوبك نهائي يا درساف أي شرق البحر الأبيض المتوسط أين نشأت الحضارة الفينيقية شرق البحر الأبيض المتوسط جاوب صحيح برافو جمال برافو درساف برافو برافو سفيان برا روح ميزا بي جواب صحيح دونك عندك نقطة جمال ودرساف نقطة الأمال وبلال أمين. سؤال اللي بشوفس المباراة البزر توحط بزر قدامك جيب بزرك من هنا أمين. صحيح شمال طن تحط أمين ننزل أنت تعرف الإجابة لا تو أنت يلزمك تاخذ الأولى أنا تو يركز يا بلال شو تعاوني وقتك برخدش لا هي تعاوني بعد خذ الأولوية تتعاونك هي باهي واضح يلا جمال بلال يديكم على البزر السؤال يقول له شنو اسم السجن الموجود في العراق اللي عرف عالميا سنة 2004 وكان وقتها تحت السيطرة الأمريكية سجن بوغريب بوغريب تيليه عادة تيليه فما حيالة في الاحتياج
سي جمال عاد شنيا تو شو هاك المعلومات هذه معناها سي جمال شنيا سي جمال ولا باش نروح يروح تي بو غريب اول مره نسمع بيه السجن هذا شو ابو غريب فضيحه فضيحه كبيره في تعامل مع الامريكان مع المساجين وتصاورت معنا اهانه وتحل على التحقيق فما جرائم جرائم جنسيه جرائم هكا ولا لا فما قتل وهم يا خويا اعطينا هسه الميسيرز نتاع الجيل تو خويا يسني على التيك توك قداش يدخلوا قداش يخرجوا اسمع اسمع بلال بلال هو هكا ولا هكا يسني على كريستيانو رونالدو بشوي هو هكا ولا هكا الحق خوفيت نجم تروح انت راهو ليش البخرين على في المغرب انا والملك يلا درساف جمال 30 ثانيه مازال عاد 30 ثانيه السؤال يقول شنو هو اسم الدولة اللي تمتد أراضيها على أراضي قارتي آسيا وإفريقيا يا درساف؟ السودان، مصر وإلا سوريا؟ يا ودي اش مدخلك انت؟ مدخلك انت؟ درساف درساف والله شنو هي البلاد اللي معناها فهمتي موجود ما بين قارة آسيا وإفريقيا؟ السودان في معناها بعيدة على 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 شو اسمه على أي أعطيني وفيها الوقت وفيها الوقت مصر لله مصر سينا في سينا درساف جاوبني هي جاوب نهائي اسم الدولة اللي تمتد أراضيها على أراضي قارتي آسيا وإفريقيا اخترت مصر والإجابة صحيحة برافو مبروك عليك درساف 1000 دينار من هدية اتصال تونس أمال مبروك عليك بوندا شان قيمته 100 دينار من هدية اتصال تونس هزيمة سامحني أمال هزيمة نكراء لا لا ولا لا فما تسمعني جمال ميرسي بلال ميرسي بسلامة بلال عزة تدي في الإخراج محمد شيحة في الإعداد سفيان إيمان فريق FM TV نتلقاو غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت رخصنا نسكل باي باي